حضنكم والدافئ. نعم، وصورة الرئيس العزيز عبد العزيز بوتفليقة تتقدم الحافلة، واللاعبون أبطال الجزائر رجعوا بالرايات الوطنية خافقة ترفرف على الرؤوس، وصور رائعة جدا، صور رائعة جدا. حالية من مطار هواري بومدينة الدولي لتصل قلت وتجول عبر شوارع العاصمة نزولا عند قصر الشعب بالعاصمة، حيث سيحظى المنتخب الاستقبال من أعلى السلطات، من نعم. الرجل الأول بالجزائر، راعي الرياضة الأول، نعم، فخامة رئيس الجمهورية بوتفليقة. والراقية نصيرة، وهو من كان الدفع والسند القوي لهم في هذه المباراة الحاسمة، فبقراراته استطاع أن يمكن الجماهير الجزائرية من مناصرة فريقها في أي يعني في مقام الملحمة في أم درمان بملعب المريخ، وتم التكفل بهم إلى آخر لحظة، وسيكونون مع هذه الفرحة حينما يعودون